بغض النظر عن هذا الهيكل التنظيمي الموجود، فبنأكد على جزئية مهمة جدا، أن هذا الهيكل التنظيمي مدته هو فترة الإشهار وهي فترة البداية، وهو يعاد تشكيل الهيكل التنظيمي ملتقى كل عامين. وبالتالي هيكون هذا المؤشر مهم جدا، لأنه سيعاد تشكيل المجلس، يعني الناس هتشتغل، والناس لابد أن شغلها يظهر أمام هذا الملتقى وأمام الرأي العام سواء المصري أو العربي. ومن يعمل ممكن يواصل، ومن لا يعمل يمكن أن يحل محل آخرون. فبالتالي هنا المنافسة جميلة جدا، والمنافسة مفتوحة أمام الجميع لكي يصبح هذا الملتقى له كيان حي، وفي نفس الوقت كيان معطاء للطرفين. لذلك الهيكل التنظيمي الحالي هو رئيس مجلس إدارة دكتور تشين، المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة ومدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، نائب رئيس مجلس إدارة السيد ليو تشي بينغ، المدير التنفيذي للمركز الثقافي الصيني بالقاهرة، المسؤولين التنفيذيين الأستاذة الدكتورة ناهد عبد الله، أستاذ الأدب والترجمة بقسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور محسن فرجاني أستاذ الترجمة بقسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس، عادل صبري رئيس موقع الصين بالعربي، ده هو اللقاء اللي هنبقى معاكم إن شاء الله. السكرتيرية الملتقى السيد وين تشاو، ملحق دبلوماسي بالمكتب الثقافي الصيني بالقاهرة، الأستاذة إيمان مجدي مسؤول القسم الإعلام بالمركز الثقافي الصيني ودينامو الملتقى حاليا وعلى عبء كبير جدا إن شاء الله نساعدك فيه. سكرتارية الأعضاء المؤسسين الأستاذ حسين إسماعيل رئيس تحرير مجلة الصين اليوم الصادرة باللغة العربية في الشرق الأوسط وخبير الشؤون الصينية ومن أهم داعمين العلاقات الثقافية المصرية خلال 20 عاما الأخيرة، الأستاذ الدكتور هشام موسى الملكي أستاذ الترجمة واللغوات الحاسوبية بقسم اللغة الصينية كلية الألسن جامعة عين شمس، الأستاذة الدكتورة هالة أبو الفتوح أستاذ الفلسفة بقسم الفلسفة كلية الأداب جامعة القاهرة، عضوية شرفية الدكتور بسام عميد كلية اللغات الأجنبية جامعة بكين، وأعتقد أن التقينا بك مرارا هنا وفي السفارة الصينية وكان في زيارة قصيرة مؤخرا لمصر، الدكتور خيري دومة أستاذ الأدب الحديث بكلية الأداب جامعة القاهرة. هذا هو المجلس الحالي، وإن شاء الله سيضم بالتأكيد يعني أعضاء شرفيين وأعضاء آخرين خلال الفترة القادمة، ونتمنى جميعا نضع أيدينا في مع بعض في أن يتحول هذا الملتقى إلى عامل فاعل فعلا في تقوية العلاقات. وأتمنى أيضا أن يضم، طالما الاسم الباحثين العرب فلا بد أن نضم إليه أيضا بعض المختصين والسفراء العرب، بالذات عندنا علاقات قوية جدا مع ما بين الدول العربية خاصة الإمارات السعودية، بدأت تفتح هناك مراكز ثقافية كثيرة وداعمة للعمل مراكز الدراسات بالذات في البحرين والإمارات، داعمة للعلاقات العربية الصينية. وأيضا الإخوة في الشام أسسوا مواقع كثيرة، ولكن للأسف أيضا أنها تعمل في جزء منعزلة وفي ضعيفة غير مرئية، ولو تجمعت هذه القوة لأصبحنا قوة كبيرة، قوة إعلامية وقوة مؤثرة في العلاقة بين البلدين. صلاحيات مجلس الإدارة، لمجلس الإدارة الحق في قبول أو رفض من يتقدم لعهده الملتقى دون إبداء أسباب. يتولى مجلس الإدارة مهمة عقد اتفاقيات تعاون مع مختلف الجهات المعنية بالترجمة والنشر الثقافي، وهذه مهمة جدا كما قالت سعادة الدكتورة ناهد. يساهم مجلس إدارة في ترشيح قوائم لأعمال صالحة للترجمة والحصول على مراجع بحثية والتواصل مع دور النشر، كما يساهم في تسهيل الحصول على حقوق الملكية الفكرية للأعمال والترجمة، وهذه مهمة كبيرة جدا. على المستوى الشخصي أنا أحاول الحصول على حق ترجمة بعض الأفلام والمسلسلات وغيرها، يعني أجد صعوبة جدا في التوصل للمالك الأصلي لهذه الأعمال، وبالتالي إذا لم يكن هذا الملتقى، إذا قام الملتقى بهذه المهمة فهي جيدة جدا لخدمة كثير من الباحثين والمترجمين المصريين والعرب.
يتولى مجلس إدارة تحديد رسوم الدورات وورش العمل، وهي طبعا رسوم رمزية في كل الأحوال.